Hey, ladies and gentlemen, this is Leonardo. This is Hassan, and we got an event. It's called Gaza Vision, baby. السلام عليكم جميعا انا اسمي عصام عدوان منسق الجازا فيجن بقطاع غزه اجاتي داي بمكره لعمود فيسبوك שלי سام צעיר מעזה שארגן תחרות בשם גאזה ויז'ן, ביחד עם חבורה של בלוגרים שכותבים באתר שנקרא We Are Not Numbers. מה תנסו צוותו לרונות סבק לחבית ועדאו, ואיידן מה תנסו בלאהם את שירים וידאו היד. סקרן אותי לשמוע עוד. שלחתי לו הודעה ותיאמנו ראיון. مرحبا كيفك تمام الحمد لله انت عايش بالداخل انا بالقدس هلا هاي الغرفه تبعي حلو ان شاء الله بنزورها نحن يا ريت على الفيسبوك تبعي كل الفيد ملان بالحكي عن اليوروفيجن وعن كوبي ماري وكل هذا فشفت انا بوست تبعك تحكي عن غازا فيجن شو يعني الغازا فيجن انا كمنسق لمشروع فكرت انه احنا بدنا نعمل شيء مميز لغزه شيء بيستخدم نفس الوسيله اللي بتستخدمها اسرائيل في التطبيع نحن بدنا نستخدمها في المقاومه وفي ايصال صوت الشباب في غزه انه في عنا مواهب قادره ومواهب يعني تقدر تنافس على المستوى الدولي ناس بتغني روك ناس بتغني بوب لكن هاي المواهب بتعاني من الحصار وبتعاني من الاحتلال بالمقام الاول يعني على سبيل المثال عندك فرق من غزه فنيه وصلتها دعوه من الضفه ولكن من خلال معبر ايرز تم رفضه صفيني مره كل الاعداد هاي راح ناخذ 8 متسابقين راح نسجلهم فيديوهات احترافيه وبعد هيك راح يتم مرحله التصويت على فائز واحد بالغزه فيجن في مشاركه واحده اللي شفتها انا يعني راح اكشف يعني انا صوتت لها ممكن تحكي يعني مين هي وصتها يعني ايش عنها اكيد غادة شومان هي طفله مولده فنانه بالمناسبه غادة شومان انا بعرفها وانا كنت يعني تقريبا عمري 15 14 سنه بالكليب اللي انت شفته محمد اخوها اللي جنبها اللي بيعزف لها بالجيتار والله غادة عمرها يعني 20 سنه 21 سنه فهي انولدت برضو من رحم المعاناة الغزية حتى لو بتلاحظ بالأغنية تاعتها كلها بتحكي عن ملامح معاناة وبتحكي عن أمل وبتحكي عن حرية بالأساس يعني. مطرح ما متعيس في حقل زهور جاي دم الضحايا بكرة زنابق حمرا مضواي يا سيد القوي يا سيد القوي الضعفة بالأرض نرفض القوي لا انت ولا حدا بيعرف شو الايام خباي اشي كان ناجح صح؟ انا شفت انه في 3000 صوت تصويت مصوت صاروا 5000 عن جد ما كنا متوقعين احنا نستمر بسبب تعرف اللي هي بوادر الحرب الأخيرة ببداية شهر 5 بالضبط هيك حكوا بالإعلام الإسرائيلي إنه ما كانش بدهم الحرب عشان اليوروفيجن مزبوط إسرائيل ما معنيه بحرب بسبب إنهم بدهم يستمروا باليوروفيجن لأنها تطبيع بدهم يلمعوا صورتهم بالإعلام الدولي إنه إسرائيل تبين صورتها بشكل إيجابي مشكلة بالنسبة لك يعني طبعا يمكن السؤال البسيط اللي اليوروفيجن ما عم تقدر تجاوبه هل ممكن متسابق من غزة يشارك بمسابقة اليوروفيجن الآن فالجواب لا ليش لا لانه اسرائيل ما راح توافق راح يقيموا المسابقه على اللي هي قريه الشيخ مونس اللي هي بتل ابيب بالنسبه لي اكثر شيء معقد اذا تحكي عن مثلا الشيخ مؤنس او عن اي عن يافا عن عسقلان عن كل هاي المحلات انه في اليوم يعني ممكن 6 مليون يهودي يعني ممكن في منهم خلقوا بنفس البيوت اللي هن بيوت اجدادك فهل فعليا احنا يمكن سؤالك هل فعليا احنا رجعتنا راح تزيل وجودهم بالعكس احنا ليش ما نعيش مع بعض كيف لا طبعا انا راح اقول لك ليش على سبيل المثال عندك 70% من اراضي فلسطين الكامله مش مسكونه اساسا هذا واحد الشيء الثاني ان احنا وجودنا او رجوعنا للقرى الاصليه هو خيار لازم ينعطى للفلسطيني الفلسطيني حابب يرجع ما حابب يرجع هو حر كثير حابب ان نتعلم العبري بالمناسبه كتير بس لانه وقت ضيق ما في اي مجال انه نتعلمها حاليا ممكن. بس ان شاء الله بالصيف بفكر ان نتعلم ان شاء الله يعني ليش بدك تتعلمها اللغة. بالاساس لاني انا كتير عندي شغف باللغات ويمكن السبب الثاني ويمكن الوطني اكثر انه انا برضه حابب انقل رسالتي باللغه العبريه احكي لي بدك اياه وانا راح اترجمها يعني
لازم كلنا نقف مع بعض لنلغي التطرف، لنلغي النظرة الدونية، ولنلغي الصهيونية اللي بتلغي وبتعمل مشاكل ما بيننا وبتعمل فصل عنصري ما بيننا. احنا بجازا فيجن بدنا هاي رسالة نسمعها. ممكن تبعت لي بعدين اسماء لموسيقيين من غزة اللي بتحبهم؟ غير شوية غير، دايما بسمع عبري وانجليزي اكيد اكيد، ممكن شاركة كتير موجودين عن جد.